هي بدأت الريكوردينج تبعت الفيديو. مبين عندكم الشاشة تبعت الباور بي في اري جريد؟ دكتور يس. دكتور. طيب بدي حد هلا يبدو تبدو واحد واحد، كل واحد يختار كومبوننت، يحكي لي شو الكومبوننت، شو بعتقد هذا. انا ما راح احكي شيء في الاول، خلينا نشوف ايش هو هذا السيستم اللي احنا بنطلع عليه، ناخذ فكره سريعه عنه. مين بحب يبدا يحكي لي اشياء عن هذا السيستم اللي موجود هون؟ ايوه يا عامر تفضل، اعطيني كومبوننت واحكي لي عنه. اول شيء صراحه لفت انتباهي هو الاي بي جي تي، تمام ممتاز، اللي هو الاي جي بي تي اللي موجود هون، هذا 3 ليفل بريدج. لا قاعد احكي عن اليسار البرتقالي. تمام اسف، ممتاز ممتاز، هذا الاي جي بي تي 1. تمام طيب بتعرف يا عامر ايش هذا الاي جي بي تي 1، شو الهدف منه، شو الكومبوننتس اللي جنبه؟ دايود في ار ال. تمام تمام، ايش هذا الديفايس؟ كثير يذكرني بالبوست كونفرتر. هذا تمام، هذا بوست كونفرتر. طيب نسأل سؤال لحد تاني، مين بنستخدم، ليش بنستخدم بوست كونفرتر في تي في سيستم؟ عشان بدي اعلي الفولتج اللي طالع. تمام بدي اعلي الفولتج، السبب بالحاله هاي انه الفولتج عندي هون راح يطلع منخفض من البي في بانلز، فبدي ارفعه، فبستخدم بوست كونفرتر. وهذا واضح البوست كونفرتر بيشبه البوست كونفرتر اللي احنا اطلعنا عليه وحكينا عنه اذا بتتذكروا قبل هيك، بس هذا البوست كونفرتر فيه اختلاف بسيط في الاندكتر. ايش هو الاختلاف عن اللي احنا شفناه سابقا اذا كانكم متذكرين؟ في اختلاف بسيط في ايوه محمود تفضل. هون ما اهملنا المقاومه. ممتاز 100%، إذا بتلاحظوا هون بهذا السيستم ما أهملنا مقاومة الاندكتر، فاعتبرنا أن الاندكتر ممكن يكون له مقاومة داخلية وهو مش بس اندكتر، وهذا بيمثل العالم الحقيقي. تمام، مين كمان يحكي لي components تاني هو شايفها؟ What do you think of these components؟ أيوة هو مش مفروض يكون يكون إيش عفوا؟ مش مفروض يكون back boost converter؟ سؤال جيد، تمام ممتاز اوكي. اللي بيحكي انس، ليش بتعتقد انه لازم يكون باك وبوست بنفس الوقت، يعني هيك وهيك؟ عشان شفنا بعض الانفرترز كانوا بيشتغلوا لحد 600 فولت دي سي. تمام اوكي تمام. هلا بالحاله هاي هم يبدو عارفين بالضبط شو البارامترز اللي موجوده، فماخذين بعين الاعتبار انه ما راح يوصل مرحله احتاج انزل الفولتج، دائما راح ارفعه، وهذا راح يبين معنا لما نطلع على البي في. لكن اللي بحكيه انس فيري جود بوينت، في بعض احيان انا بحتاج يكون باك وبوست كونفرتر، يعني الجهاز ممكن يكون يشتغل باك احيانا ويشتغل بوست احيانا. امتى كيف بعرف انه هذا ما اخذته، احنا ما مر علينا. ايوه محمود بدك تسال شيء تفضل. لا هو كان بس انه موضوع إذا احيانا راح يكون عندنا الدي سي تو دي سي كونفرتر راح يكون باك بوست. ايش يعني باك بوست؟ يعني احيانا بيشتغل كباك واحيانا بيشتغل كبوست، بس بالحاله هاي هذا الجهاز بيشتغل كبوست. ملاحظتك مهمه انس، بس هي بتعتمد على الارقام، هلا بنطلع شوي على الارقام. ايش كمان في كومبوننتس انتم شايفينها حابين تحكوا عنها؟ ايوه يا ايه تفضلي. في عندي الترانسفورمر اللي شابك مع الجريد. الترانسفورمر هذا اللي هون ال 100 كي في اي؟ يس اللي على اليمين، ممتاز تمام. ايش الهدف من الترانسفورمر بالحاله هاي؟ او ايش استخدامه في الحاله هاي اذا بدنا نكون دقيقين؟ ايه برضه؟ ممكن تو ستيب اب. هو ستيب اب بالضبط، هو ستيب اب. متذكرين بحاله الوين تيرباين قلنا انه الوين تيرباين بيولد على فولتج، بس انا لما بشبكه على الجريد، الجريد اظن هناك كانت 25 كي في، وكانه الوين تيرباين كان بيولد على 600 فولت او 660 فولت اظن، انا ناسي هذا. فحتى اقدر اشبكه واسمح للباي دايركشنال فلو اوف باور لازم اشبك هذا الترانسفورم بحيث اني اسمح له يشبك على الجريد. قديش الجريد بالحاله هاي هون ايه؟
اللي هي 25 25 كي في، وهذا الجهاز عماله بولد على 260 فولت. الريتنج تبعت مستكرين حكينا الريتنج تبعت ترانسفورمر ايش لازم تكون الوحدات تبعتها. ايوه اسماء. صراحه كنت رافع ايدي على سؤال انه اجاوب شيء ثاني بس عم تشوف صراحه كم تفضلي. كنت ابي احكي عن انذر كومبوننت بالرسمه فقبل ما انا تمام بس خلينا بس نخلص من هاي. هذا الترانسفورمر ايش الريتنج تبعته معموله؟ apparent power. apparent power. متذكرين حكينا سألتكم إياها قبل هالمرة، تذكروها دائما. الترانسفورمر الريتنج تبعته بالapparent power مش زي المحول والهذا. بتلاحظوا شغلة تانية إذا بتطلعوا على الترانسفورمر راح تلاحظوا في عنا جهة محطوط عليها دلتا وجهة تانية محطوط عليها واي. لاحظين هدول التنين بعرفش شايفينها مبينة عندكم، شايفين وين الكيرسر تبعتي؟ هون محطوط دلتا وهون محطوط واي. هاي بتحكي لي عن الشبكة الداخلي للثري فيز ترانسفورمر اللي موجود هون. طيب ايوه اسمع بدك تسالي شيء تفضلي. لا كنت بدي احكي انه في كمان عندنا 3 ليفل ايش الكومبوننتس الثانيه كومبوننت 3 ليفل بريدج انفرتر. الانفرتر ايش الهدف من الانفرتر؟ دائما نحول من دي سي لاي سي. تمام، عم باخذ الدي سي الاوتبوت من البوست كونفرتر وبحوله لاي سي على مدخل الترانسفورمر هون، وهذا 3 ليفل بريدج. واذا بتلاحظوا هون عندي 33 في 60. في حد بيعرف ليش محطوط هون 33 في 60 هرتز؟ اول شيء ال 60 هرتز ايش الهدف منها؟ ليش في عندي 60 هرتز؟ مين بيعرف؟ اللي هي الفريكوينسي تاعت الفريكوينسي. تمام ممتاز، هاي الفريكوينسي تبعت الجريد، وانا طبعا مجبور اني اشتغل مع الجريد. يعني زي ما كنا نعمل في الوين تيرباين، مش الوين تيرباين كنا نشبك على الجريد والفريكوينسي يعطيني اياها من الجريد. هون انا لازم اعمل، لازم اعرف قديش الفريكوينسي تبعت الجريد واشتغل عليها. هاي اول نقطه. النقطه الثانيه، مين بيعرف ليش مضروبة في 33؟ يمكن ما تعرفوا، يمكن منكم اللي بتذكر إشي معين يقدر يحكي ليش إحنا هون حطينا 33 وضربناها ب 60. يمكن أخذتوا إشي مع المهندسة تهاني إذا بتتذكروا، أو يمكن ما لحقتوا، بعرفش إذا لحقتوا تاخدوها ولا لا. أخذتوا الـ PWM الـ Pulse Width Modulation اللي هي هاي الفريكوينسي تبعت الكارير. في إشي اسمه الكارير. الانفرتر لما تشتغل بتحمل البلسز تبعتها على كارير، الكارير بيكون له هاير فريكونسي، بتكون مضاعف اود مالتيبل اوف الفريكونسي الاصليه اللي هي 60 هرتز. طيب انا بدي اسالكم سؤال ثاني مهم كمان اسالكم اياه، وهذا مهم جدا السؤال. هاي الانفرتر اللي حكتنا عنها، من حكينا عنها اسماء، هاي الانفرتر بدها تولد 3 فيز وتدخلهم على الجريد. بس حتى هاي الانفرتر تدخل 3 فيز على الجريد، شو في اشي مهم لازم تاخده بعين الاعتبار؟ ايوه محمود تفضل. رياكتيف باور، لانه ما حيكون عندي فيه رياكتيف باور. رياكتيف باور يعني مش هاي اهم اشي، في اشي اهم من هيك. لما انت بدك تولد وتحط فولتج على الجريد، ايش الاشي اللي لازم تنتبه عليه مهم جدا؟ ممكن الجريد كاباسيتي. الجريد كاباسيتي اعتبار ثاني موجود، موجود بس في قبل هيك. ايوه محمود، الفريكوينسي والامبليتيود. الامبليتيود وايش كمان؟ الفريكوينسي او الامبليتيود وايش كمان؟ الفيز. الفيز ممتاز. اذا لازم ننتبه على امبليتيود فريكوينسي فيز. ما بصير انا اجي اتفلسف وبدي احط فولتج على الجريد وانا مش سينكرونايزد معاه، وما بكفي اكون سينكرونايزد بالامبليتود، اقول والله انا هيني ولدت 260 او 250 فولت. طب ما انا لازم الفريكوانسي تكون نفسها، وحتى لو الفريكوانسي كانت نفسها والامبليتود كان نفسه، ايش الخطوره ان اكون عمالي بشتغل انا على فيز انجل مختلفه؟ فلازم انا اكون، طب حتى اعمل هيك، حتى اولد فولتج سينكرونايزد مع الجريد، شو لازم اعمل اذا؟ قبل ما ابدا اولد ايش لازم انا اعمل؟ يعني كيف بدي اعرف انه وين الفيز الصحيح وين الفريكونسي الصحيحه وين الفولتج الصحيح وقديش قيمته؟ لهذا موجود على فكره في كل انفرتر موجود اليوم في البيوت، كل انفرتر موجود في البيوت لازم يعمل هذا الشيء. ايوه ممكن بي تي تراك.
أيوة آية آية تفضلي. آية سوري أسمى كانت تحكي. أو أسمى ما بعرفش مين اللي كان بيحكي، مش مشكلة أي واحدة فيكم. مو مشكلة، بس إنه كنت بحكي إنه نحط عدادات، وآية حكيت تراكينج في نفس المبدأ. أو MPPT تراكينج بيكون بالإنفرترز. تمام. الـ MPPT تراكينج مختلف شوي، هذا بيجي على البوست كونفرتر هلأ بنحكي فيه. بس أنا كإنفرتر إيش لازم أعمل قبل ما أولد على الفولتج؟ أيوة محمود. ممكن زي فكرة الـ variable frequency drive. شو يعني إيش لازم أعمل؟ أحافظ على الفريكوينسي. يعني كيف السيركت اللي بعملها بالفاريبل فريكوينسي درايف، بعمل ريكتيفاير وبغير الأوفست. تمام. وبعدها برجع بعملها إنفرتر فبحولها لأي سي. تمام. يعني هو ملخص الهاي، لازم أقرأ الفولتج، لازم أطلع أشوف شو هو الفولتج هذا حتى أعمل سينكرونايزيشن معه. يعني لازم أخذ صورة من الفولتج اللي موجود على الجريد، مش الجريد موجود هون إحنا بدنا نشبك عليه، فالجريد موجود، فأنا بقدر أنسخ صورة عن الفولتج الموجود على الجريد وهو استعمله في البلسز اللي بتدخل على الانفرتر. طلع وين هذا موجود، هي طلع هون V A B C I A B C و V D C I V V B C V A B C B 1 أظن إنها هي موجودة هون. شايفين هذا البلوك اللي موجود هون A B C capital و A B C small، هذا إذا بفتحه بلاقي هو عبارة عن 3 phase measurement. هذا الميجرمنت بقرا الفولتج، وانا بقرا الفولتج هون وبدخلها على هذا الكنترولر. الكنترولر هذا راح يعطيني بلسز، لمين البلسز راح يروحوا هون؟ ايش الحرف هذا؟ جي اللي هو الجيت. فانا هون لما بعمل جنريشن للانفرتر، لما بعمل فايرنج للانفرتر، لازم اتاكد انه الانفرتر هذا اللي بيعمل فايرنج البلسز تبعته مشابهه او ان فيز ونفس الفريكوانسي تبعت الفولتج اللي موجود هون. الفولتج الموجود هون هي اللي جاي من الجريد، هي الجريد هون وهذا الفولتج. فأنا بقرأ من الفولتج اللي هون. هلا هاي طبعا مبين، شايفين هذا إيش شكل هذا اللي هون اللي زي هيك زي كأنه تاج أو إيش اسمها هاي النقطة اللي هون، يعني from، هاي هي كأنها connection، يعني كأنه هذا البلوك اللي هون موجود هون اللي أنا اطلعت عليه هو جاي من هون. فهو قراءة الفولتج اللي موجود هون أخذتها أنا على تاج هون والتاج دخلتها، هذا بسمح لي إني أطلع على الفولتج وأعمل سينكرونايزيشن مع هذا الفولتج. خليني أفرجيكم إياها، أرسمها بطريقة مختلفة شوي حتى تشوفوها هون. يعني فكرة السينكرونايزيشن خليني أوضحها، هاي هون راح أحط هيك هون، وإحنا في عندي هون فيز اللي هو الأحمر، وعندي فيز الأصفر، وعندي فيز الأزرق. أنا لما باجي بدي أحط فولتج على الجريد لازم أتأكد أني عارف وين هدول النقاط موجودة، لازم أقرأهم حتى أعمل سينكرونايزيشن. وزي ما قلنا فكرة السينكرونايزيشن لازم ألتزم بثلاث أشياء اللي هم when or when injecting power back into the grid we must ensure that the generated voltage has the same magnitude, same frequency, and same phase as that of the grid. This is done by copying or measuring the grid voltage and sending a copy to the inverter. تمام؟ اوكي واضحه هاي النقطه. طيب اسالكم سؤال ثاني، بعرف اذا كنكم تعرفوا تجاوبوا ولا لا. ليش ما هيك؟ ايوه تفضل. ايوه مثلا بس انا عامر دكتور. عامر تفضل. النقطه هاي الصراحه مش فاهمها كثير. طيب لو انت اجيت بدك تحط فولتج، ترجع فولتج على الجريد، هل بصير انك تحط فولتج الفيز تبعه مختلف على الجريد؟ يعني انت بدك ترجع، هل احنا او خلينا نرجع لورا شوي، ليش انت بتركب بي في سيستم في بيتك؟ شو الهدف؟ شو هدفك في النهايه انك تحقق؟ اغطي كم من كومبوننت من الكهرباء بحيث اقلل تكاليف الكهرباء. تمام. واللي بزيد معك بدك ترجعه للشركه، مزبوط؟ لأنه كان بإمكانك لو ما بدك ترجع للشركة تروح خلص أوف جريد، تفصل الكهرباء تبعتك عن الشركة وتولد. ولو أنت ولدت في بيتك هل في إشي بيجبرك أن يكون عندك فريكونسي معينة أو فيز معين أو فولتج معين؟ لو أنت قررت بدك تولد في بيتك 190 195 فولت
والفريكونسي تكون 55 هرتز والفيز اللي بدك اياه. هل شركه كهرباء بتعمل لك مشكله؟ لا لا تفتح. لا بس لما انت تقرر انه انت بدك تضلك شابك مع شركه الكهرباء وبنفس الوقت تولد طاقه في بيتك من البي في سيستم، مش لازم الفولتج اللي بيولده الانفرتر تبع البي في سيستم يكون زي بالضبط الفولتج اللي جايبته شركه الكهرباء. يعني لازم ينطبقوا التنين على بعض، مزبوط؟ هذا صح. يعني هون لو احنا اجينا هون طلعنا مثلا الفولتج اللي في البيت عندك الاحمر، الخط الاحمر هيو، هذا اللي جاي من الشركه، فبدنا نسميه الكمباني او الجريد. واجا الانفرتر تبعك بدا يولد، خليني احط لون مختلف شوي، احط الازرق. لازم الانفرتر تبعك لما يولد يولد تقريبا نفس هذا بالضبط. هلا حتى يرجع للشركه هو بده يكون اكبر شوي صغيره منه كفولتج. خليني امحيه. شايف انت اذا بدك تولد عندك في البيت لازم الفولتج اللي عندك في البيت، انا طبعا ببالغ في قديش اكبر، هو اكبر بشيء بسيط. مين الفولتج الاكبر شوي الان؟ الفولتج تبع بيتك ولا الفولتج اللي جاي من الشركه اللي عندك اللي ولدته الانفرتر عندك ازرق، مش هو اعلى منه بشوي صغيره في الماجنيتيود؟ يمكن يكون يعني 10 فولت او اقل، مش رح يرجع الان كرنت للشركه؟ صح دكتور. فلما تروح تتطلع على عدادك رح تلاقي انه الكرنت تبعك فلو ريفرس والباور عمالها بترجع للشركه. ولو اطلعت على العداد رح تشوف سهم، على فكره لو اطلعت على العداد السمارت اللي بتركبه شركه كهرباء رح تشوف في هذيك اللحظه لما انت استهلكت اللي بدك اياه في بيتك ورجعت باور للجريد رح تلاقي السهم معكوس، في سهم معكوس بقول لك انه في عندك ريفرس فلو، يعني الباور عمالها بترجع من عندك واكسبورتد لشركه الكهرباء. وضحت هاي اوضح شوي؟ هلا هون اذا بتطلع عامر على الازرق والاحمر مش هم نفس الفريكونسي؟ لا دكتور. وهم نفس الفيز وتقريبا نفس الماجنيتود، اختلاف بسيط جدا في الماجنيتود عشان اضمن اني ارجع باور للشركه عشان اضمن اعطيها. تمام؟ الكل واضحه هاي النقطه عنده؟ في شيء مش واضح او حد بده يسال شيء؟ نرجع مره ثانيه على هذا السيستم من هون. طيب خلينا ناخذ كمان افكار ثانيه، ايش في كومبوننتس ثانيه انتم شايفينها بتحبوا تحكوا عنها او لفتت انتباهكم؟ ايوه محمود تفضل. الكومبوننت اللي بيملي رياكتيف باور، استغربت انه ار ال سي مش سي. تمام هذا هون. هلا هون احنا ما في حاجه رياكتيف باور زي ما كنا في الاندكشن جنريتر. في الاندكشن جنريتر احنا احتجنا رياكتيف باور عشان يعمل اكسايتيشن. انا هون ما عندي جنريتر، انا عندي دي سي سورس، فما في عندي مشكله، ما في حاجه. هلا ليش هذا محطوط هون؟ في عندي زي ال، هذا ال كومبوننت او ار ال محطوط، هذا كانه زي خط، يعني زي كانه ترانسميشن لاين من هون، من لما اوصل للجريد لحد ما اوصل للانفرتر، عفوا الترانسفورمر، في عندي مسافه، هذه بتمثل الترانسميشن لاين. وهون في عندي 10 كيلو فار، خلينا نشوف ال 10 كيلو فار من ايش مكونه هون. مكونه من هون ما حاطط لي اكتف باور وحاطط كاباسيتيف رياكتيف باور. هلا انا ما بعرف هذا ليش هم حاطينه، ليش ضايفينه كومبوننت، مش متاكد. اي تفضل. انه فارض انه ال ال تبعت الترانسميشن، فما بقول انه فارض هاي هي الكاباسيتيف. ممكن ممكن ممكن، انا الحقيقه ما بعرف، حتى اكون صادق معكم ما بعرف. انا بعثت لكم الديسكريبشن في هذا الفايل، بعثت لكم اياه اظن اذا حبيتكم تقرؤوه، اللي هو المفروض يبين هلا هون. هذا الفايل بعثت لكم اياه بي دي اف، هو الخط الصغير هون، بس انا نفس هذا الفايل اخذته وحطيته ب بي دي اف فايل وبعثت لكم اياه. شايفينه اللي بين على الشاشه؟ هذا بيشرح بعض الاشياء عن السيستم والاشياء اللي موجوده فيه. لكن احنا الموديل، خليني ارجع للموديل، هاي الموديل هون. تمام اوكي. فهذا يبدو انه بيمثل اكثر الترانسميشن لاين. ما بعرف هذا الكومبوننت زي ما انت سالت يا محمود، انا مش متاكد ال 10 كيلو فار. وهون مش حاطط هو ستات كوم، تتذكروا حكيت لكم عن ستاتيك كومبنسيتر، في بعض السيستمز بكون حاطط ستاتيك كومبنسيتر، يمكن يكون هذا حتى يتحكم في الباور فاكتور، انا مش متاكد. تمام. البلوك هذا بي 1 واضح، بي 1 حكيت لكم ايش بي 1، ايش الهدف من الكومبوننت بي 1؟ اللي هو محطوط ما بين ترانسفورم. ايوه تفضل في مجال ترجع عليه بس. اه
هذا بي 1 ايش الهدف من هذا الكومبوننت بي 1 ايش هو؟ هذا عباره عن 3 فيز ميجرمنت، 3 فيز ميجرمنت بيقيس الفولتج وبيقيس الكرنت، فبيقيس في اي بي سي يعني بيقيس 3 فولتجز واي اي بي سي بيقيس 3 فولتجز. هذا مهم عشان اعرف قديش الفولتج تبع الشبكه وقديش الكرنت اللي عماله بيمشي بيني وبين الشبكه. طيب ناخذ كومبوننتس ثانيه وافكار ثانيه، مين كمان حابب يحكي عن الكومبوننتس الاخرى اللي هو شايفها؟ اذا شايف انا المشكله لاني لما بروح هاي ببطل يبين. دكتور عادي انه نشوف شو في جوا البي بي اري. تفضلي. كنت بحكي انه البي بي اري انه ايش في جوا البي بي اري. تمام، فالبي بي اري شو بتتوقع انت بتمثل البي في اري؟ بدها تمثل البي في بانلز. تمام، هلا شوفوا ايش بنعمل، نطلع في داخلها. فهلا اذا كبست عليها مباشره ايش طلع لي؟ ايش سميناه هذا اللي طلع هلا؟ البلوك اللي هو الماسك. هذا الماسك بالضبط، هذا الماسك. فانا بدي اطلع تحت الماسك، بس خلينا قبل ما نطلع تحت الماسك شوفوا ايش كاتبين اشياء هون. ايش بتلاحظوا هاي الخمسه؟ شو الخمسه هاي اللي هون؟ اللي هو عدد البانلز، عدد البانلز المشبوكة بالسترينج. فهاي معناها إذا رحنا هون بس حتى نوضح لكم إياها الفكرة هذه، خليني أحطها هون. هذه معناها عدد البانلز المشبوكين بالسترينج إن سيريز، وهذا مر عليكم حكينا عنه. هاي واحدة، هاي تنتين، هاي ثلاثة، هاي أربعة، هاي خمسة. فهذا سترينج الواحد مشبوك عليه خمس بانلز، وهذا بحدد لي طبعا الفولتج اللي رح يجي من هون. هلا كمان اذا بنطلع في عندي شيء ثاني حاطط لي اياه في هذا الماسك، خلينا نشوف شو ايش موجود في الماسك. موجود number of parallel strings، يعني 5 في 66 رح يعطيني التوتال number of panels اللي مشبوكين. هلا اذا ضربت 5 في 66، خلينا نضرب 5 في 66، رح يعطيني اذا number of panels 5 ضرب 66، 5 في 36 و5 في 6 300، بيطلع عندي 330 بانل. اذا هدول بجمعهم، شو اللي بجمع لهم هدول ال 330؟ ايش الشيء اللي مباشره بقدر اجمعه ما فيش مشكله لهدول ال 330 بانل؟ الفولتج. لا ما بصيرش اجمع الفولتج ل 330 لانه هدول مش كلهم مشبوكين ان سيريز، ولا بصير اجمع الكرنت لانهم الفولتج. ايش ايش اللي بجمعه الفولتج؟ بصير اجمع فولتج بجمع الباور على 330 وبجمع فولتج على 5 ان سيريز وبجمع الكرنت على 33 ان بارلل، متذكرين؟ فخلينا نرجع نشوف هذا هون، نشوف البلوك هذا عندي 5 و660، نشوف الموديول. هي حاطط لي الموديول هون number of cells per module، متذكرين ايش يعني 96 cells per module؟ مين متذكر هاي شو معناها؟ دكتور عادي بس ترجع على الشاشة. هاي هون إذا بتطلعوا على خليني أفرجيكم أفرجيكم هذا. هاي إذا شايفين هون عندي number of cells per module 96. متذكرين مين اللي برافع إيده؟ عامر أو محمود؟ عامر تفضل أو محمود. اللي هي أصلاً في بي مكونة من cells صغار. 100% السيلز الصغيره. تمام، وكل فولت كل من السيل من السيلز هاي شو بتمثل؟ بتتذكروا حكينا يمكن بطاريه صغيره او دايود، دايود او بي في، كانها بي في سيل، فوتو فولتيك جنكشن. فتقريبا قديش الفوتو فولتيك جنكشن؟ تقريبا قديش الفولتج؟ يعني هاي مش شيء انا بقدر امسكه، هاي شيء موجود في البانل كلها، في عليها 96 سيل صغيره. السل الصغيرة هدول بكون أنا شابكهم إن سيريز، بس هاي بتيجي جاهزة من الشركة أنا ما بقدر ألعب فيها. يعني هاي البانل الكبيرة اللي بتيجي مترين في متر مثلا أو 120 ب 240، هاي بكون في داخلها 96 سل. بالله أضربه 96 في 0.7، ليش اخترت أنا 0.7 أو 0.5؟ الفورورد فولتج تاعت السيليكون دايود. تمام، فصار عندي هلأ هون الفي تبع البانل يساوي 96 سل مضروب، خلينا نقول 0.7 هلا هون 0.7 فولت. قديش بعطيني 96 في 0.7 لو ضربناهم؟ ها
96 ضرب 0.7 بعطيني 67.2. لاحظين هاي البانل بتختلف عن البانلز اللي انتوا اشتغلتوا عليها او رح تشتغلوا عليها اظن بالاسايمنت، مظبوط؟ قديش كانت الفولتج تقريبا الفولتج تبع البانلز اللي انتوا اشتغلتوا عليها بالاسايمنت او اللي اظن اعطيتكم اياها بالاسايمنت؟ كانت تقريبا 36 فولت اذا بتتذكروا. ففي فرق، في اختلاف بين هذول. نرجع مره ثانيه على الويندو، على الماسك عفوا، الماسك هذا اطلعوا على الماسك ايش كمان بتشوفوا فيه في داخله؟ اوبن سيركت فولتج، متذكرينها هاي؟ ايش بتمثل الاوبن سيركت فولتج؟ واتس ذا ديفينيشن اوف ذا اوبن سيركت فولتج اوف ا بي في بانل؟ ايوه عامر تفضل. اللي هي مفروض راح تمثل الماكسيمم فولتج وي كان جيت فروم بي في اذا شبكنا اعلى فولتج، بس هذا ما باخده في الواقع لانه اول ما ابدا اسحب كرنت من هاي الموديول ايش راح يصير بهذا الفولتج؟ راح ينزل. اذا هاي بنسميها الاوبن سيركت فولتج. وكمان اذا بتطلعوا بدي مشاركه اكثر من الثانيين كمان، مثنى وانس وراشد. اذا بتطلعوا كمان هون هلا في عندي الشورت سيركت كرنت. شو بيمثل الشورت سيركت كرنت؟ 5.96 امبير. شو معناه؟ ايوه ايه اللي هو برضه الكرنت اللي بطلعه لما يكون عندي لود او ما يكون عندي، لما تكون الاوبن سيركت فولتج صفر. لما اعمل شورت سيركت، لما بعمل شورت سيركت بيصير الفولتج زيرو وكرنت بكون الماكسيمم فاليو تبعه. فهدول التنين اكستريمز، يعني اذا خليته اوبن سيركت بقدر اقيس الاوبن سيركت فولتج والكرنت بكون زيرو، وإذا عملت شورت سيركت عليه بيكون الفولتج زيرو والكرنت هو الماكسيمم. أيوة أنس تفضل. أيوة أنس ميوتد، مش سامعينك إذا كانك رافع إيدك. أبصر أنس مش سامعنا. طيب فولتج فولتج أيوة. أيوة أنس تفضل. مش سامعينك أنس، بقطع صوتك مش عارف ليش. طيب في عندي كمان إيدي وبعمل ميوت أنس بسيط. كأنه إيش بيضل يصير عندك ميوت؟ لا هو ما بعرف، بحكي انه شكله النت عنده مش بزياده. عنده نت مشكله. طيب خلاص مش مشكله، اوكي تمام. طيب نرجع اذا على هذا الويندو من هون او الماسك عفوا. بعدين عندي هون فولتج ات ماكسيمم باور بوينت وكرنت. هلا مين اللي حكى عن الام بي بي تي؟ في حد ذكر الام بي بي تي؟ انا تمام. الام بي بي تي اختصار لايش؟ ام بي بي تي هي ماكسيمم باور بوينت تراكينج. إذا هذا الهدف منه أنا أقدر أخذ أنا الماكسيمم باور الممكنة من البانلز هدول. وين هذا بيصير؟ إذا بتطلعوا الآن ارجعوا اطلعوا على الموديول، في عندي MPPT controller. هيها هيها هاي شايفينها اللي فوق. طيب في مين بتتحكم الـ MPPT؟ الـ MPPT controller بإيش عم تتحكم؟ الأوتبوت تبعها طالع من هون ومضروب في إشي. الإشي اللي مضروب فيه هو هذا D-Block Converters. D-Block Converters معناها كأنها زي يعني بسمح للكونفرترز يشتغلوا او ما بسمح لهم يشتغلوا. فكانه هذا جيت، كانه هذا جيت كيبر. عارفين كلمه جيت كيبر ايش يعني؟ لما بنقول شيء جيت كيبر او حد جيت كيبر او شخص جيت كيبر، what does that mean؟ حامل بوابه. كانه بواب، كانه بواب. يعني البواب مرات انت بتيجي بتحط بواب على البوابه، بتقول للبواب ما تمرق لي حد اليوم انا هلا مشغول، او بتقول له مرق اي واحد بمر الان. تمام. فالبواب ما بغير الإشي اللي بمر، هو بس يا بحط 1 أو 0. فإذا حط إذا ضربه في 0 معناها ما بمرش الإشي، وإذا ضربه في 1 بمر زي ما هو. فهو ما إله contribution غير إنه زي gatekeeper. نفس الإشي هون، إذا بتطلعوا على هذه البانل اللي موجودة هون، إذا بتطلعوا عليها هذا الكنترول سيجنال هي عبارة عن تسمح للconverters يبدو يشتغلوا. بس السيجنال اللي جاي من البلسز من مين جاي؟ هاي من MPPT controller. طيب بإيش عمالها بتتحكم هاي الـ MPPT controller؟ إيش الإشي اللي عماله بتحكم فيه؟ أو إيش الإشي اللي عم بتروح السيجنالز عليه؟ بعرف إذا أنتوا شايفين هون. واضح إنه رايح على الـ IGBT. مين اللي ذكر هذا الـ IGBT1 بالأول؟ أنا
محمود او عامر. هذا ايش هذا الاي جي بي تي بيشتغل عماله في ايش؟ as a boost converter. boost converter. اذا هو فعليا الام بي بي تي كنترولر ما بعطيني غير ديوتي سايكل، بغير الديوتي سايكل. متذكرين اذا غيرنا الديوتي سايكل شو بنغير؟ بالبوست كونفرتر. اذا في بوست كونفرتر غيرت الديوتي سايكل، ايش حددت لي او ايش غيرت لي البوست كونفرتر الديوتي سايكل لما بغيرها في البوست كونفرتر؟ ممكن الليمت اللي رح يرفع الاوتبوت، الاوتبوت فولتج. اعطيني شو الاوتبوت فولتج اللي طالع، او قديش التكبير، التكبير اللي راح يصير لانه انا بوست هون. فكل ما كل ما صغرت الديوتي سايكل بكبر الفولتج اكثر. فالام بي بي تي عماله بحدد انه وين انا، وين النقطه اللي لازم اشتغل عليها حتى احقق الماكسيمم باور من هذول الموديولز. تمام اوكي. في اسئله على هذا لحد الان؟ خلينا اوقف التسجيل ناخذ اذا في اسئله عشان ما يصيرش الفيديو طويل كتير.